تعاني من نقزات بالكتف؟ يعني شلون؟ يعني اذا رحت نادي او رحت نادي تبي تشيلين وزن او تبي تشيل وزن مثلا، هذا وزن يلا واحد اثنين شد عليه وحش ارفع، اي شنو حسيت في قرصه شي كنا طعنت سكين هني قويه قويه قويه، وناس الالم هذا قاعد عندهم سنين مو راضي يروح، او انت مثلا ربت بيت قاعده تغسلين وتمشين المطبخ تبين شيء شوفي من فوق في نغزه، شنو صاير هني؟ هذا التهاب بالاوتار. زين ليش ما يتعالج؟ صحب يتعالج، تغذيه الدم عنده جدا جدا بطيئه، زائد ركز يحتاج معدن واحد، شنو يحتاج؟ المنغنيز. شنو؟ مغنيسيوم؟ نو، المنغنيز. المنغنيز يا جماعه شنو يسوي؟ ركز معي، يساعد انزيم ينتج بروتين، البروتين هذا النوع من البروتينات تحتاج الاوتار يا جماعه، خصوصا الناس اللي عندهم الضامه تطول عندهم، شنو محتاج؟ منغنيز. زين ايش دعوه؟ معقوله اكل الله سبحانه وتعالى ما في منغنيز؟ في، ولكن بنسب بسيطه، وفي شيء ما يخلي المنغنيز جسمك يمتصه، مثل شنو؟ الشاي، القهوه، شنو يسوون؟ فيهم ماده التنين يرتبطون مع المنغنيز وبعدها الامعاء ما تمتصهم. يعني شنو؟ اخذ منغنيز اخذه وانت مقمض، وايد ناس بصراحه اخذوه الالم هذا اختفى منهم. ركز معي، المنغنيز واضح تاخذه لازم اكلك فيه دهون، زائد ما تشرب شاي وقهوه عشان نضمن امتصاصه. شنو هو؟ المغن، ايش قلنا؟ المنغنيز.